صباح الخير مرام خانم. صباح الخير مراد بيك. صباح النور. يسعد صباحك حبيبتي. كيف كان اليوم؟ كيف الحمل؟ طمنيني عنه. أوه نحن كتير منا حبيبتي، أنا والبيبي أمورنا تمام. وقال لي سلمي لي كتير على خالته حياة. إذا خلصتوا حكيكم خلونا نفوت لجوا لأنه عنا شغل كتير. طبعا حياتي تفضل. تفضلوا لو سمحتوا لأنه أنتوا عيلة هلأ. كلك زوم. لا لو سمحت أنا ما بدي أدخل عزول بينك وبين الخانم. شرف لعند حبيبتك الحلوة. بدك تمري شي عند نورا؟ بنزل بالطابق الثاني. شو صار لك؟ أنت منيحة؟ مدري شو صار لي هيك فجأة انقطع نفسي وفتر راسي. إذا تعبانة ببعتك مع كرم على البيت. مو ضروري، بصير هيك شي عادي. ما تنسى أني حامل، بس مسك إيدي. على الأقل إذا دخلت مرة تانية ما بوقع. وصلنا، فيكي تمشي لحالك؟ حبيبي مراد إذا بتوصلني بيكون أحسن، يعني ما بدنا يصير شي يضر ابننا مو هيك؟ طيب. مرحبا نورا. ستوب. هلا مشي الحال. تعا مراد تعا. تعا. شرفت ونورت انت مراد. قول لهي اللي واقفة هون لو سمحت إنه ما تتخطى الحد أبداً، هالمنطقة محظورة. بس أنا آسف كتير يا مرام، هاي منطقة نوران لهيك ما فيني أعمل شي، بعتذر. أصحك ما تتجاوزي الحد أحسن لك. شو أخبارك مراد حبيبي؟ منيح. نوران، نوران حبيبتي يا روحي. أنا غلطت، لا تغلطي مثلي لو سمحتي، سامحيني نوران. هوهو يا حبيبتي. مراد بيك فيك تقول لهي المصروعة إنه يا ريت تخفي صوتها البشع على الأبد، لأنه بلش يوجعني راسي منه. يا مرام سمعتي نوران؟ مراد ممكن تقول لنوران خانم معلش تفضل علي وتسامحني، ما في ولا فستان من كل اللي شفتهم عجبوني، ما حدا بيصمم كامل مكمل مثله أبدا. Of course. لكن شو كنتي مفكرة؟ مراد الله يوفقك احكي معها انت، إلا انه ميمو ندمانة كتير، انا غلطت بحقها وشكلها ما سمعتني على الأغلب. ليكي انا ما بعرف شو صاير بيناتكم، وانا ما دخلني بهالقصص أبدا. نوران ديري بالك على حالك، إيه؟ وأنتي كمان مرام. مراد بيك الاسم يلي ذكرته من شوي غريب سلام. وأنا ماني سمعانة فيه من قبل وما مرق معي هيك حدا بحياتي كلها. رح غير اسمي معناتها. مثلاً أنا مريم أو ندى. مرحبا. مرحبا أنا اسمي ندى. نوران خانم أنا واحدة من الفانز تبعك. كأنه دخلت دبانة على مكتبي.
على 11 في عندك موعد مع شركة كنت، وعلى 12 ونص في اجتماع مع شركة تانية بخصوص إنتاج القماش الجديد. والتزموا باللي بدنا إياه ونفذوا لنا شروطنا كلها؟ إيه طبعاً أستاذ. طيب لكان جيبي لي السيفيات على مكتبي، بدي اطلع عليهم. إيه أستاذ، أنا دققت بكل سيفي تقدم لنا. انتبهي، بدي أشوف السيفيات قبل الاجتماع، وبعتي لي القهوة على المكتب. أمرك أستاذ. شو ما سمعتي يعني؟ سمعته. أنوار، شو عم تعمل بالمشفى؟ ما يكون صاير شي لا سمح الله. لا تذكريني أسيل، والله مالي منيح. بس إذا عملنا لك تحاليل منعرف ليش مانك منيح. تعا معي يلا. فجأة بصير مو قدران أخذ نفس، وبحس إنه قلبي رح يوقف، وبصير كل جسمي عم يرجف مع إنه حرارتي بتكون مرتفعة، وما بعود بقدر اتحرك وبتعرق كتير. تذكرت كمان انه بصير بيطلع لي بقى حمرة صغيرة على كل ايدي. عن جد؟ امبارح فقت ما عم شوف بعيوني اسيل. ايه؟ ومن خوفي فقدت الوعي، بعدين لما فتحت عيوني رجع لي نظري. بس بس شو؟ بس احكي بقى. رجلي ما كانوا عم بيتحركوا. ليك انوار، الله قادر يشفيك من كل مرض، بس انت تعال معي شوي لقلك. اقعد هون. تعرف شو صار؟ قبل شوي طالعوا زلمة من غرفته على اساس انه ميت، رجع عاش لحاله. ايه لهيك خلي املك بالله كبير انوار. يلا تعال اقعد هون شوي وارتاح. بس انا شكلي عم دوخ. لا اهدي، ما فيك شيء. شو ناوية تعدي بالمشفى بدالي؟ لا أنا قاعدة من 5 سنين هون ليل نهار بالمشفى، يعني متعودة. طيب ليكي، بدي قلك أنا كنت عم بمزح معك. يعني أمي لحت علي لحتى ساوي التحليل السنوي هلأ، ولهيك إجيت لهون. بعتذر كتير إذا خوفتك. عن جد يا عيب الشوم، كيف بتصخى تعمل فيني هيك؟ بصراحة فرحت كتير وقت شفتك وحبيت امزح معك، بس يعني ما توقعت تصدقيني وتخافي هيك. وهلأ عادي لقلك لشوف، ضروري كتير إنه نفحصك. شوفي وشك مثل الليمون. ايه والله انا حاسة انه صار له شي لقلبي وعم يدق بسرعة، وحاسة انه ضغطي نزل كمان. خدني من هون انوار يلا. الله يرضى عليك انوار. يا جماعة وين صارت غرفة العمل؟ Love tonight.